سقوط عدد من الضحايا المدنيين في قصف للطيران الحربي التابع لحفتر بالأحياء السكنية في منطقة جنفودة. السراج يلتقي الرئيس الجزائري بوتفليقة واتفاق بين البلدين لإعادة العمل بعدد من اتفاقات التعاون المشترك. اللجنة التسييرية لشركة العامة للكهرباء تكشف عن خطة لتقليص ساعات طرح الأحمال بإشراك عدة مناطق. نشرة أخبار الثالثة من قناة ليبيا بانوراما، أهلا بكم. قضى أكثر من 10 مدنيين، الثلاثاء بينهم نساء وأطفال، جراء قصف طيران تابع لقوة حفتر على الأحياء السكنية بمنطقة جنفودة وسط ردود فعل جراء هذه الأعمال. التفاصيل وهذا التقرير. قصف ودمار لم تسلم منه حتى المساجد وسط حصار على المدنيين العالقين في جنفوذة، ركام منازل وضحايا أطفال تحت الإنقاد، مأساة تقاسيها المدينة منذ أكثر من 6 أشهر، آخرها قصف طيران تابع لقوات حفتر على الأحياء السكنية بجنفوذة يسفر عن موت عائلة بكاملها، يليها استهداف ثان وثالث ليؤدي بحياة أكثر من 10 مدنيين بينهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة. انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان جعلت منظمة العفو الدولية تطالب الأطراف المتقاتلة في بنغازي باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح للإغاثة بالوصول إلى الأهالي العالقة بجنفوذة في ظل الحصار العسكري المفروض من ما يعرف بعملية الكرامة وعدم استخدامهم كدروع بشرية. ليأتي رد الناطق باسم القوات التابعة لحفتر أحمد المسماري أن بيان منظمة العفو الدولية يفتقد للمصداقية ويتحامل على القوات المسلحة، وأن الهدف من بيانها عرقلة تقدم قواتهم في اتجاه سيطرتها على المنطقة، مضيفا أن العائلات العالقة في جنفوذة هي عائلات المجموعات الإرهابية التي تقاتل القوات المسلحة منذ 2 حسب وصفه، ويؤكد بأن الغارات مستمرة ولن تتوقف ما دام هناك مصدر للنيران في المنطقة. الحراك الشعبي غريان استنكر أفعال حفتر في قصف الأحياء السكنية بالمنطقة، مطالبين في بيانهم بالوقف الفوري لهذه الأعمال الإجرامية فورا وفتح ممرات آمنة للعائلات العالقة. وما يحدث من انتهاكات ضد أهل جنفودة هو خرق واضح ومتعمد لنص الاتفاق السياسي. هي ظروف ومعاناة يعيشها الأهالي بالمنطقة المنكوبة تتمثل في النقص الحاد في أبسط مقومات العيش، ووابل من القذائف والصواريخ يصحو على إثره مدني منطقة جنفوذة. نعتذر مشاهدينا عن هذه الصور، وينضم إلينا حول هذا الموضوع شاهد عيان من منطقة جنفوذة. حدثنا عن الأوضاع في المنطقة في جنفوذة وحجم الدمار وعدد الغارات التي ربما تستهدف هذه المنطقة. السلام عليكم. بداية عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للغارات لم 7 شهور من تدخل الطيران الأجنبي غارات على المنطقة السكنية دمرت 160 قول عندي حتى 6 عائلات مدنية تم قصفا، يعني آخر حاجة أن العائلات الأولين عائلتين مصرية وعائلة ليبية. العائلة المصرية بالكامل وعائلة ليبية من 10 أفراد مات فيها 4 أبناء وأمه. وبالنسبة للأوضاع الإنسانية، الأوضاع الإنسانية طبعا أنت من أبسط الأمور، يعني من حليب الأطفال، من مياه الشرب، أدوية بالنسبة للأطفال، يعني مش متواجدة، حتى كان في أدوية منتهية الصلاحية. إذا كيف تتصرفون مع إسعاف هؤلاء المصابين والجرحى؟ الإمدادات مش موجودة، الإمدادات إحنا وصلنا مرحلة أننا قدرت ردينا على الأعشاب الطبية، يعني حتى الدكاترة هنا يستعملوا في أعشاب طبية وأدوية. يعني أعشاب طبية وأدوية العرب المعروفة اللي قبل. لكن بالنسبة للإمدادات حتى أبسط الأمور، يعني هي مش جريمة بعد أنت تخش حليب أطفال ولا
ولا ادواء حراره للاطفال ولا اكل الاطفال ولا مش جريمه هي حد ذاتها يعني. نعم يعني نود الاستفسار اكثر والتوضيح للمشاهد الكريم، يعني هل ربما هناك بوادر لفتح ممرات ربما لخروج العائلات ام انه لا توجد مثل هذه الاحاديث؟ نحن تواصلنا مع هلال الاحمر بنغازي يعني تواصلنا معه من حوالي 3 شهور او 4 شهور، تواصلنا مع واحد يقول يحيى الشيخ من هلال الاحمر وعلى اساس بيخشوا وبيطلعوا العائلات ويبوني. فهم يعني استغربنا من تصرفاتهم، بيقولوا نحن نطلعوا ونجوهم غالي على كلام هم قالوا يجونا غالي بيولدوكم من جنوب بنغازي باش الضمانات يقدمون العائلات، في ناس يثقوا فينا ويستمون فينا بدواعش وشنو الضمانات يتوفرون العائلات يعني شنو عندهم ضمان يعني ما عندهمش ضمان، عباره عن ياخذ باش يطلعك حتى في بنغازي با يخشوا يا سيدي، اذا خش من باش يخشوا شنو السبب؟ لا عندنا ثقه في اللي جوا باي، نحن وجدتنا منظمات اخرى وبتدخل منظمات محايده وقالوا نطلعوا العائلات ونحطهم في مكان امن هم على حياتهم واطفالهم ورفضوا، قالوا لا حتى العائلات اللي بيطلع من اللي فوق 13 سنه ما يطلعش اللي فوق 65 سنه يعني حتى شروطهم تعجيزيه يعني كيف انا نسيب ولا زوج يسيب ابناء ولا زوجته ويطلع عن طريق الجيش وسيبهم ويقعد هنا. نعم يعني هل هناك غارات اليوم؟ امس كانت في غارتين في الطيران النجدي في غاره وغيرت في الطيران الامريكي وقبل 8 غارات اللي نتج عليها طبعا في ضحايا مدنيه ضمن عائلتين وبعض الاشخاص المدنيين من العماله الوافده جرحى. بالنسبه اليوم قاعده الطياره من الصبح قاعده يعني فوق سما قنفوده من الصبح قاعده الطياره الاجنبيه. نحن هنا للاسف قعدنا محاصرين داخل منازلنا مش محاصرين في المنطقه بروحها، يعني انت تبي تطلع تبي تولع مثلا حتى تولع نار تدير غداك ولا ما عادش تقدر تطلع، لان ما عندناش الا الوسيله نطيبوا عليه الحطب يعني. الميه انا ميه مالحه طبعا ممتازه حتى الحيوان حتى الحيوانات ما يشربونش فيها، نحن نشرب فيها لعيالنا قعدنا. لا حول ولا قوه الا بالله. لا كان الغذاء المكرونه والرز اكسباير. الدقيق نفاد عندنا كعائلات يعني عشان حتى الدقيق ماش عندنا. نعم نشكرك شكرا جزيلا شاهد عيان من منطقة قنفودة ونسأل الله لكم السلامة، شكرا جزيلا لك. اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج مع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة خلال لقاء جمع الجانبين الثلاثاء بالجزائر العاصمة على إعادة التعاون المشترك بين البلدين. وحضر لقاء رئيس المجلس الرئاسي والرئيس الجزائري كلا من الوزير الأول عبد الملك سلال ووزير الشؤون الخارجية رمطال عمامرة ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل. وقد سبق اللقاء اجتماع وزير الداخلية بحكومة الوفاق العارف الخوجة بنظيره الجزائري نور الدين بدوي، حيث أكد الخوجة في تصريح له أن العديد من الاتفاقات وبرامج التعاون الثنائي سترى النور قريبا وفق قوله. أثار اجتماع باريس الذي عقد الاثنين لمناقشة سبل دعم العملية السياسية في ليبيا ردود فعل إقليمية ودولية بعد أن تحول من اجتماع وزاري إلى اجتماع شخصيات رفيعة المستوى في ظل غياب تمثيل ليبيا. التقرير التالي والتفاصيل. كان متوقعا أن يخلص لنتائج ملموسة مهمة بخصوص ليبيا، اجتماع باريس الاثنين شهد انخفاض مستوى التمثيل فيه من وزاري إلى مسؤولين رفيعي المستوى بعد غياب ممثلة الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني التي قالت إنه كان على مستوى تقني وليس سياسي. اجتماع ضم مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر وممثلين عن عدة دول لدفع العملية السياسية في ليبيا واستثنى ليبيا في نفس الوقت. وزير الخارجية المفوض محمد سيالة قال إن اجتماع باريس يختص بالجهات الداعمة للأطراف الليبية المعرقلة للاتفاق السياسي، في الوقت الذي انتقد فيه وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل كثرة المبادرات حول ليبيا معبرا عن عدم اهتمام بلاده بهذا الاجتماع. سفير ليبيا في فرنسا الشيباني أبو همود قال إن الحلول تأتي من الداخل والمصير يقرر على الأرض بإرادة الليبيين، مستغربا عدم دعوة بلاده.
أما الجامعة العربية فقد استغربت وعبرت عن دهشتها من عدم دعوتها للمشاركة في هذا الاجتماع. أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أنه على الليبيين إيجاد حل للأزمة التي تعصف ببلدهم، مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا وانعكاساته السلبية يهم تونس بشكل أساسي نظرا إلى التبادل التجاري والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين. وقال الرئيس التونسي لصحيفة آخر خبر التونسية الثلاثاء إن بلاده تحصلت على تجهيزات من الولايات المتحدة لدعم أمن حدودها مع ليبيا، وذلك في إطار محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن البرنامج أنجز أيضا بالتعاون مع ألمانيا، ويشمل الحماية الإلكترونية على طول الحدود مع ليبيا الممتدة حوالي 500 كيلومتر والتي ستدخل حيز العمل هذا العام. أعرب السفير البريطاني بيتر ميليت عن رغبة بلاده في تقديم المشورة الفنية والتقنية في مجال النفط والغاز للمساهمة في الرفع من مستوى الإنتاج. من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلا أن المؤسسة تبذل جهودا لأجل إعادة الإنتاج إلى سابق عهده، مشيرا إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع النفط والغاز في الوقت الراهن. يأتي ذلك على هامش لقاء جمع صنعلا وبيتر ميليت والوفد المرافق له الثلاثاء بالعاصمة طرابلس. أنهى مستخدمو حقل الفيل النفطي التابع لشركة ميليتا للنفط والغاز عملية الاختبار والفحص للمعدات الخاصة بعملية الإنتاج عبر خط الفيل ميليتا. الشركة عبر صفحتها الرسمية الثلاثاء قالت إنه من المتوقع بداية عملية الإنتاج في أي لحظة بعد إبداء حسن النوايا من جانب المجموعة التي تسيطر على الصمامات الخاصة بحقل الفيل. هذا ويعد حقل الفيل النفطي أحد الحقول البرية التي تشغلها شركة ميليتا، ويتراوح إنتاجه ما بين 570 إلى 80 ألف برميل يوميا. هذا وأفادت شركة ميليتا للنفط والغاز بأن هناك بوادر لفتح صمام النفط بمنطقة الريينة وتحقيق زيادة في مستويات إنتاج النفط. الشركة أوضحت عبر موقع الفيسبوك بأنه قد تم تدشين خط جوي للحقول النفطية التابعة لشركة ميليتا للنفط والغاز يربط بين مدينة الزنتان وحقل الفيل النفطي. تجدر الإشارة إلى أن حقل الفيل يعتبر من أكبر الحقول النفطية المتوقفة عن الإنتاج منذ فترة طويلة بسبب غلق صمامه بمنطقة الريينة. كشف عضو اللجنة التسييرية للشركة العامة للكهرباء محمود الورفلي في مؤتمر صحفي عقده الإربعاء بديوان رئاسة الوزراء عن وضع خطتين مستعجلة ومتوسطة المدى للمساهمة في تقليص ساعات طرح الأحمال. قامت اللجنة التسييرية بوضع مخطط متكامل لحل الأزمة. هذا المخطط ينقسم إلى ثلاث مراحل. مرحلة مستعجلة تقوم على إدخال بعض الوحدات خارج الخدمة حاليا والتي سوف نذكرها، وتسريع في بعض المعاملات الفنية والمالية المتوقفة حاليا. مدة هذه المرحلة لا تتعدى 45 يوم، مفروض هيكون تأثيرها واضح خلال شهر ونص من اليوم إن شاء الله. المرحلة الثانية وهي مرحلة متوسطة المدى بتقوم فيها الشركة العامة للكهرباء بالتركيز على المشروعات، مشروع الخمس، مشروع الجنوب، مشروع الزهرة، وإدخال ما يقدر ب 600 ميجا وات في خلال فترة تقدر بتقريبا 6. نبقى في ذات السياق، حيث تحدث الورفلي عن إشراك عدة مناطق في الجهة الغربية في منظومة طرح الأحمال لتخفيف العبء على العاصمة. اللجنة التسييرية اللي هي تقريبا من حوالي 10 أيام أو أسبوعين بالكثير اجتمعنا حوالي 5 اجتماعات مع المجالس البلدية والناس الفاعلة في البلديات، ونجحنا في إشراك هذه المناطق في عملية طرح الأحمال،
والزاوية حاليا بدأت في الطرح، الخمس حتى هي جزئيا بدأت في الطرح، الجبل الغربي جزئيا بدأ في الطرح، وما زالت الاجتماعات مستمرة. وينضم إلينا حول هذا الموضوع عبر الهاتف أشرف المرمي، مدير إدارة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء. سيد أشرف، يعني تحدث الورفلي عن خطة قريبة المدى وخطة بعيدة المدى، ما هي الأسباب خاصة في هذه الفترة إلى يعني كثرة ساعات طرح الأحمال؟ نعم، السلام عليكم، مساء الخير أخوي. عليكم السلام. نحب نحيي الأخوة المشاهدين على متابعتهم لهذه القناة الموقرة. في البداية، كلنا نعلم ما عانته الشركة العامة للكهرباء من أضرار وجسيمة أصابت الشبكة نتيجة للأوضاع الأمنية المستقرة في العديد من المناطق. الشركة العامة للكهرباء قامت ولا زالت تقوم بالعديد من المساعي عن طريق اللجنة التسييرية للشركة في سبيل تخفيف العبء طرح الأحمال على المواطن الكريم. إن شاء الله يعني الشركة العامة للكهرباء زي ما وضح الدكتور محمود إن راح بذلين مساعي كبيرة جدا جدا في سبيل إن إحنا نساعد ونحسن وضع الشبكة العامة للكهرباء، وفي القريب العاجل بإذن الله راح تلاحظوا تحسن ملموس جدا جدا في هذا المجال إن شاء الله. نعم، يعني سيد أشرف، ربما يعني خلينا نحكي بالليبي، يعني الشعب مل من كثرة انقطاع الكهرباء وينتظر في الحلول، يعني الشعب لا يهمه كل هذه المناكفات وموضوع مرتبات الموظفين أيضا حدثنا عنه. وما هي البوادر لحل هذه المشكلة؟ هل هناك بوادر قريبة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء أم لا؟ بالنسبة للجنة التسيير للشركة العامة للكهرباء، من لحظة استلامها لمهامها الإدارية بالشركة من مدة أسبوعين 10 أيام تقريبا، قامت العديد من المساعي في سبيل نحاول بقدر الإمكان نحسن وضع الشبكة. قامت اللجنة التسييرية بزيارة لمنطقة غباري، حيث واكبت أو اجتمعت مع مكونات المجتمع المدني غادي في تلك المنطقة، ومن خلال منظر الكريم نحب نشكرهم، نحب نشكر القوى الثالثة غادي في سبيل المحافظة وحماية معدات الشبكة، لأن المحطة الحمد لله رب العالمين لا زالت كاملة ولم يتم نهبها أو سرقتها. قامت بدراسة الأوضاع في تلك المنطقة. الشروط الأساسية اللي كانت مطلوبة في سبيل أن الشركات الأجنبية ترجع وتستكمل أعمالها في تلك المنطقة. نعم. المجتمع المدني في تلك المنطقة يعني سلس وفي حياة اجتماعية. نعم، وضحت الفكرة. نعم، وباختصار شديد، ربما هل حكومة الوفاق لها دور إيجابي حاليا في عملية الصيانة وعملية توفير الكهرباء أم لا؟ سألتك عن حكومة الوفاق ودورها في حل هذه الأزمة، هل حكومة الوفاق ساهمت بشكل إيجابي أم لا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد أشرف المرمي، مدير إدارة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، شكرا جزيلا لك. النشرة متواصلة معكم مشاهدينا الكرام، وفيها بعد الفاصل: مركز شرطة سبها يحصي 18 قتيلا و11 حالة خطف في الشهر الماضي. نبي مكان كبير عشان نلعب فيه، وصل غريب طمازير. نبي رد الحوش. نبي مدرسة كويسة عشان نقرأ فيها. نبي حوش كبير معاش نبي نسمع صوت تفجير. أنا نبي الملاهي نلعب فيها. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. أكدت الهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق الوطني أن اتحاد شباب الزنتان تقدم بمبادرة وطنية للسلام في البلاد. وأوضحت الهيئة أن المبادرة تهدف إلى رأب الصدع وتقوية الروابط الاجتماعية وتوقيع ميثاق سلام بين المناطق المتنازعة، إضافة إلى تكوين قوة لحفظ السلام سلاحها حب الوطن والكلمة الطيبة على حد وصف المبادرة. يأتي ذلك على هامش زيارة قام بها وفد من الهيئة العامة للثقافة إلى مدينة الزنتان للإطلاع على الواقع الثقافي بالمدينة والنظر في عمل المكاتب الثقافية بها.
اتفق مجلس حكماء وأعيان بلدية طرهونة مع مجلس الحكماء والشورى ومديرية الأمن والمجلس البلدي القربولي على إصدار ميثاق من أهالي وحكماء القربولي لرفع الغطاء الاجتماعي عن كافة المجرمين وتأمين الطرق أمام المواطنين. ودعا مجلس الحكماء والشورى طرهونة كل المواطنين إلى أن يتنادوا لإخماد الفتنة التي لن يستفيد منها إلا أعداء الوطن في الداخل والخارج. بيّن مركز شرطة سبها أن شهر سبتمبر الماضي شهد 11 حالة خطف، منها أربعة ليبيين وثلاثة من الجنسية الجامبية واثنان من تشاد واثنان من النيجر، مؤكدا تعرضهم للتعذيب وإطلاق سراحهم بعد دفع فدية قيمتها 20,000 دينار. المركز وفي إحصائية له لحالات القتل والخطف في المدينة أوضح أن جرائم القتل في الشهر الماضي راح ضحيتها 18 قتيلا من جنسيات ليبية وأجنبية وفقا للصفحة الرسمية للمركز. يذكر أن مدينة سبها تشهد منذ قرابة عامين انتشارا للسطو المسلح والقتل والسرقة والخطف دون وجود أي حلول من قبل الأجهزة الأمنية. أعلنت قوات خفر السواحل الإيطالية الأربعاء إنقاذ أكثر من 4,000 مهاجر غير قانوني والعثور على 28 جثة قبالة السواحل الليبية في 30 عملية إنقاذ نفذت الثلاثاء. مصدر مسؤول بخفر السواحل الإيطالي أوضح أنه تم انتشال أكثر من 10,000 مهاجر، فيما لقي 50 آخرون مصرعهم خلال اليومين الماضيين، لافتا إلى أن مهربي البشر يستغلون الطقس الهادئ للدفع بالمزيد من القوارب باتجاه البحر، مضيفا أن الارتفاع الأخير في أرقام المهاجرين يشير إلى وصول 142,000 مهاجر على الأقل إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري، فيما لقي أكثر من 3,000 شخص مصرعهم. أكد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس الأربعاء إطلاق سراح الطالبة الليبية المحتجزة بتركيا، وأوضح المكتب الإعلامي أن إطلاق سراح الطالبة جاء بعد مساع قام بها وزير الخارجية محمد سيالة مع الحكومة التركية، وكانت السلطات التركية قد اعتقلت الطالبة الليبية الدارسة بجامعة فتايح وفقا لقانون الطوارئ، ولم توجه لها أي تهمة إلا أن الجامعة التي تدرس فيها تعد أحد الجامعات التي جرى إقفالها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في شهر يوليو الماضي. كشف وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي أن المساعي التونسية متواصلة لتحرير الصحفيين التونسيين سفيان الشواربي ونذير القطاري اللذين اختطفا قبل أكثر من عامين في ليبيا. الجهناوي رفض الحديث عن أي تطور في هذا الملف قائلا إن الدولة لها مصداقية ولا يمكن لها الحديث وتقديم التصريحات دون سند، مشيرا إلى طرح الملف على حكومة الوفاق الوطني. اختتم الأسبوع الماضي بالمعامل الجنائية في مدينة البيضاء البرنامج التدريبي العام للأطباء المختصين في مجال الطب الشرعي بكافة الفروع التابعة لرئاسة مركز الخبرة القضائية والبحوث التابع لوزارة العدل بالحكومة المؤقتة. وشارك في البرنامج التدريبي ما يزيد عن 20 مشاركا، وتضمن البرنامج الذي استمر لأسبوع التدريبات العملية والدروس النظرية الخاصة بأسس ومبادئ الطب الشرعي. زي هذه انت ذكرتها هنا وتجي تقول على الفخذ الاخر ما فيش على الجهه الوحشيه. قرر توكيلها منذ حوالي شهر، كانت قيد التدريس والبحث والتنسيق مع جميع المكاتب الطب الشرعي الخاصه بليبيا من الشرق ومن الغرب، وكللت بالنجاح منذ قدوم الاطباء وتشريفهم في مدينتي العزيزه. وبعد ذلك تم تنسيق على أن تكون الدورة مدة مختصرة لمدة أسبوع، ندري أن هي تعتبر مدة غير كافية لاستيعاب
مادة الطب الشرعي والسموم بشكل عام، ولكن قيد الجهود نحاول أن تكون دورة مكثفة. أعلن بقاعة مركز سبها الطبي الثلاثاء عن إعادة افتتاح معهد التمريض المتوسط، هذا وكانت لجنة من وزارة الصحة قد عاينت المكان الذي ستتم الدراسة فيه مؤقتا بمركز سبها الطبي. وحضر حفل الإعلان عدد من المسؤولين على رأسهم مدير مركز سبها الطبي ومسؤول ملف الصحة بالبلدية ومدير مكتب الخدمات الصحية سبها. هذه المناسبة هي إعطاء الأذن بافتتاح معهد متوسط للتمريض في مركز سبها الطبي. هذا المعهد اللي توقف منذ فترة طويلة وتم إعادته الآن نظرا للنقص اللي يعاني منه المركز من في العناصر الطبية المساعدة. يأتي افتتاح معهد التمريض المتوسط خطوة في الاتجاه الصحيح لوزارة الصحة، وهذا ممكن أن يقدم لنا أو يخرج لنا تمريض يعني بجودة عالية. نبدأ في العام الدراسي خلال السنة هذه، نتوقع إن شاء الله إذا كان سخر الله الحال معنا ومشت الأمور على بنفس موعد اللي حتبدأ به القطاع التعليم بشكل عام الدراسة. ومن سبها إلى غات، حيث قام جهاز الحرس البلدي بمركز المدينة بجولة تفتيشية على محلات بيع اللحوم للوقوف على الإجراءات الرسمية والصحية والبيئية ومستندات العمالة. الحملة التي تستمر لعشرة أيام تستهدف في يومها الأول محلات بيع اللحوم ومحل المواد الغذائية، وشدد الحرس البلدي على ضرورة تسديد رسوم المخالفات، مشيرا إلى أن الجهاز يحمل كل من يخالف التقيد بالإجراءات اللازمة المسؤولية القانونية حيال ذلك. مستهدفة الشهادة الصحية والشروط الصحية والأماكن متاع الذبح. طبعا لقينا حتى السرخانة اللي هي المكان الرئيسي اللي في غاد يتم فيه الذبح وكذا، ما في أي شروط صحية. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بالعناوين: سقوط عدد من الضحايا المدنيين في قصف للطيران الحربي التابع لحفتر بالأحياء السكنية في منطقة جنفودة. السراج يلتقي الرئيس الجزائري بوتفليقة واتفاق بين البلدين لإعادة العمل بعدد من اتفاقات التعاون المشترك. اللجنة التسييرية للشركة العامة للكهرباء تكشف عن خطة لتقليص ساعات طرح الأحمال بإشراك عدة مناطق. مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.